عوض، المعلم يحيى لما جه امبارح كل الحتة عرفت، صح؟ صح يا معلم. وعلى الليل كل الحتة عرفت انه روح، صح؟ صح يا معلم. الا انت وثلاث رجالة. صح يا معلم. يبقى ازاي الخبر اتنقل للامن؟ حياة قرآن الله وديني والختمة الشريفة يا معلم وكتاب. ما تحلفش. بص يا ابني، الرجالة اللي عرفوا ان المعلم يحيى بايت في بيتي حبستهم في أوضة ما فيهاش غير أكلهم، وهم قدامك ما طلعوش إلا دلوقت، وانت بالليل روحت بيتكم. يعني بالعربي ما فيش حد يقدر يبلغ الأمن غيرك. وعهد الله يا معلم والمصحف الشريف والختمة الشريفة وكتاب. ما تحلفش. بص يا ابني، انت لسه صغير وانا بربيك، ولو كنت غلطت المرة دي تبقى آخر مرة، لكن لو اتكررت تاني مش هتطلع لك شمس، صح؟ صح يا معلم. انت اللي قلت لهم. تعرف مين فيهم يا واد؟ الرائد علاء ولا المقدم يسري؟ يا واد خليك راجل، انت خايف مني؟ قول جاتك القرف. الواد ده هيشتغل نادورجي، ياخد يومية عيل. مين يا واد؟ المقدم يسري؟ عملت كده ليه؟ انت ناقصك فلوس يا واد. ابوس ايدك يا معلم سامحني. يا معلم انت خيرك مغرقني. قالوا لي انهم هيخففوا الحكم على اخويا. وعهد الله امي مقطعه في سهم العياط طول النهار. خايفه الواد ياخد اعدام. كتكنيله فيك وفي امك مع بعض. اعدام ايه يا ابن الكلب؟ هو اخوك يستاهل ان عشماوي يبص له؟ امشي اخص عليك، امشي روح العربيه، مش عاوز اشوف وشك تاني. امشي. شفت الخيبه؟ قتل النفس أصعب شيء، لكن أوقات لازم نقتل. ربنا خلق عبيده كل واحد لهدف. خلقنا تجار مخدرات علشان نبسط الناس، وجعلنا أغنياء، بس المال ده كله مال ربنا مش مالنا، جعلنا مسؤولين عنه. لكن مفيش ورد من غير شوك، ولا جنة من غير نار. ربنا عمل علينا واجبات وحمول لازم نشيلها، منها إننا أحيانا لازم نقتل. أنا مؤمن إن من قتل يقتل، وعارف إني هموت مقتول،